أخواني وأخواتي يسألون دائما أبو عمر شو وقت يصير عندنا وطن؟ أرجع وأقول الوطن موجود بس ما عندنا الشعب اللي يحب هذا الوطن. الغالبية أما استفاد أو مستفاد أو جبان وخسيس ما يقدر يرفع رأسه أو يقول لك أنا وطني بس والله ما أقدر أسوي شيء، أنتظر الحل من الخارج. وانتو شفتوا الحل اللي جاكم من الخارج من 2003 لليوم. اللي يجي من الخارج عمره ما راح ينفع الداخل، لأن هذا جاء مختصبك، مختصب أرضك، مختصب عرضك، مختصب أموالك، مختصب دولتك. تتصور هو راح يفيدك؟ اللي يريد بلد يدافع عنه. التضحية، إذا ما تضحي ماكو أحد راح يجي يضحي بمكانك. مال تنتظر فائق دعبول والجيوش الجرارة وفلان وعلان ينظر عليك وغيث التميمي يأكل برجر بهاروز، الله يطيح حظك سويت بينا أمريكا، طلعت لنا شكو زبالة ما كنا نحلم في حياتنا نشوفها بالشارع مو بتلفزيون. فالوطن اللي ما يدافع عليه الوطن ما راح يحبه. احنا اللي موجودين جماعة اللي احنا نحب الوطن ونريد نعيد الوطن، لا وربك لا تحب الوطن انت ولا ابد ولا لك شغله، لان اذا تحب الوطن تكون فدائي للوطن. راح يقول لك ثوره تشريب، ثوره تشريب صارت وغطوها وسكتوا، وشفتوا حيدر العبادي طلع اعتراف قال بانه اني الإطار وجماعة نور المالكي وقالوا استخدم طيران وقتلهم وذبحهم وصلخهم وكذا، سووا له شيء؟ لا، لأن هذا يعرفوه قاتل وذابح، وهو يعرف هذول قاتلين وذابحين، وواحد حشاكم تافل بحلق الثاني ويعرف جرائم الثاني ويعرف شو مسوي هذا، ولهذا تتغطى العملية ولقاء التلفزيون ينتشر ويصير ترند، وهو هذه العملية. ولا تتصورون أحد راح يتحاكم، ليش؟ لأن احنا ما عندنا حكومة ولا عندنا قضاء ولا عندنا أي شيء بالعراق. بلد منتهك يسموه سيادة العراق، يا سيادة ما أتصورك وسيادة أصلا، هيك صفر تحت الماء، هم ماكو لا سيادة ولا أخلاق. عريتوا للوطن، شوهت سمعة العراقيين داخل وبالخارج، خليتونا مهزلة وقمنا صرنا مكروهين هسه في كل دول العالم. أنا كنت معارض للرئيس صدام، من أقول عراقي في أي بلد يحترموني، هسه أقول عراقي تشمئز نفسه. فهذا العراق اللي دولة الحسين سوته، اللي يتباشون على علي ويتباشون، ويطلع لك مقتدى بعيد الفطير نطلع لك آية جديدة وعوالي علي وعوالي ما أعرف شنو، والقشامر اللي حاطهم كانهم مشروم كانهم هذول الفطر، عمايم سودة على خضرة على حمراء، دا يشوفوه دا يتجاسر على القرآن دا وانت شفتوا جماعة المسلمين السمنة والمجاعة سويتوا، شفتوا لكم انت محمد بن ستيان محمد بن سلمان مو هو صديقك ودعيته وكذا، طلعت نددت بهذه الكلمة، مو انت راح تصير خارم الحرمين بالمستقبل؟ زين، مو انت دولة اسلامية؟ وشفتوا احد من قادة العرب والمفلسين ندد بكلام مقردة؟ ابد، ولا واحد فتح حلقة وراح تستقبلوه. والاردن رايحة بالطريق، والكويت رايحة، والسعودية رايحة، وانا قلتها واكررها ومصر عليها. وأنت طلعوا لي هذول الذبان جماعة ولدهم سلمان مثل ولدهم حازم، قعدوا فشروا وغلطوا، ما والله كنا نحترمك ولغينا الاشتراك بالأربعة وأربعين، رجعك مع الأسف خسرت مشترك وخسرت مشاهدة. يا باكستانيين يا كذا، يلا دعموني، يلا تعال اسمع، طلع الباي بال وطلع غير شيء، بس على مود يدفعون، دا أصرف عليكم كهرباء، مأجر قاطع لكم ورباط ودا فيك عليكم. هو هذه الشعوب ميتة على الفانتزا، باوة على أي قناة عربية وعراقية. اليوم دخلنا مطعم الفلاني،
اليوم أكلنا أكل الفلانية، همهم بطنهم ودر نفيسهم، الله شاهد هو هذا العرب والمسلم. اخترعت لك برغي ماكو، معتمد كل حياتك على شيء جينا من برا وتسويهم. هذول كفرة، هذول زنادقة. ما يخالف حبيبي، ذب الآيفون اللي مستخدمه الكافر مسوى لك إياه، انزل من السيارة اللي صنع لك إياه الكافر وارجع استخدم البعير واستخدم. لا حول الله. تحياتي لكم وإلى كل حر وشريف في هذا القناة، والعار إلى كل من يخنع أو يصير عبد بشر أو حجر مهما يكون، الملك والرئيس والأمير وما أعرف من هو اللي تلقبوهم، هذا موظف عندك، أنت اللي سويته وأنت اللي قاعد تمجد به، ولولا تمجيدك إله ما كان طغى عليك. نشوفكم على خير.